إذا كان سألنا ما مدى استفادة الباحثين التشاديين والمجال الأكاديمي في تشاد من وجود الأنترنت، لأن الأنترنت في الدول الثانية وظفوه في مجال التعليم بصورة كبيرة جدا، فما مدى استفادتنا نحن في تشاد في هذا من الأنترنت؟ دولتنا دولة مغلقة المقام الأول، ففضاء الإنترنت وجد لنا مكتبة إلكترونية مفتوحة، نستطيع أن نقلب الكتاب من أي مكان في العالم في ذرة ثانية، ضغطة ذرة واحدة أجد الكتاب. هذه كمان تعتبر من ضمن الإيجابيات المهمة، وخاصة في قطاع التعليم. الآن ما في مانع، أنا شايف أن الدولة إذا أنفقت المليارات من أجل توفير الإنترنت، يعني لما لا تكون في استراتيجية مع وزارة التعليم الآلي والبحث العلمي والابتكار؟ وين الابتكار اللي نتكلم عنه هنا عندنا في وزارتنا؟ ما في بكل صراحة يعني، لكن ما في نفس الوقت في مهندسين، في ناس ما شاء الله، في شباب